السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة معكم مريم بركات. اليوم سوف أقدم لكم هذه الورود التي زينت بها تورتة الشوكولاتة، صنعتها من عجينة الشوكولاتة السوداء بثلاث أحجام مختلفة هذا هو شكلها. سأحتاج إلى عجينة الشوكولاتة السوداء، ستجدون وصفتها على الرابط الذي يظهر أمامكم الآن. وسنحتاج أيضا إلى بعض الأدوات، هذه قطاعات بحجمين مختلفين، وهذه السجادة تسمى كافي أوموس. إذا لم تتوفر استخدموا هذه المنشاحة تكون نظيفة، وبعض الأدوات لبسط العجين. إذا لم تتوفر استخدموا هذا منزيل العرق أو من أي شيء متوفر يكون دائري أو مصباح أيضا يصلح. بعد ذلك نبسط عجينة الشوكولاتة السوداء. يمكنكم أن تستخدموا أيضا عجينة الشوكولاتة البيضاء، توجد وصفتها على القناة عفوا. وأيضا يعني عجينة السكر أيضا تصلح في هذه الورود. هنا أقوم بأخذ دوائر على هذا الشكل بحجمين مختلفين، هذه سوف أقوم ببسطها إما بمساعدة الأداة. كما قلت، إذا لم تتوفر استخدموا مزيل العرق أو المصباح، يعني أي شيء دائري. دائما لا يجب أن تتوفر لدينا الأدوات الخاصة للعمل، يمكن أن نبحث دائما في المنزل فنعثر على شيء يصلح يعني يقوم بنفس غرض الأدوات. هي الأدوات فقط يعني تقوم بتسهيل المأمورية لا غير. كما تلاحظون أقوم ببسط الجوانب حتى أحصل على هذه الأوراق التي سوف أصنع منها الوردة أو تسمى البتلة. أصنع هنا وسط الوردة، ثم أبدأ بلف الأوراق. أضع ورقة ثم وسط الورقة الأخرى أضع الثانية، ثم أبدأ باللف وأحاول يعني أن أفتح حتى أحصل على وردة بشكل يعني واقعي أكثر. هو اللون الأسود لا يبرز يعني الورد بشكل جيد، لذلك سوف نضيف يعني الملون الذهبي، سوف يعطيها يعني مظهر أجمل. وأستمر على هذا النحو. هنا سوف أصنع يعني وردة أكبر من الأولى، لكن مع وسط يعني مفتوح قليلا، لن أغلق القلب أو الوسط الوردة. ثم أبدأ برص البتلات أو الأوراق الورد، وأفتح دائما بحيث أحصل يعني على شكل وردة مفتوحة. على هذا النحو، ثم أضغط حتى أتخلص من الزائد أو الفائض الذي يوجد أسفل الوردة. على هذا النحو ثم أزيله. يمكن أن أدخلها إلى الثلاجة حتى تتماسك أكثر، لأن الشوكولاتة مع الحركة ومع العمل تصبح ساخنة. نضعها في الثلاجة حتى تبرد، ثم نواصل العمل عليها. هنا أتخلص أيضا من زائد الشوكولاتة، عجينة الشوكولاتة عفوا السوداء. ثم هنا أستخدم ملون ذهبي، يمكن أن تستخدم ملون فضي أو برونزي على حسب الرغبة. أستمر في تلوينها على هذا الشكل. وثم أضع بعض الملمئ الغذائي يعطي مظهر لمعان جميل. هذا هو شكل الورود بثلاث أحجام مختلفة. وضعتها فوق هذه التورتة وزينتها بها. أتمنى أن ترى هذه الوصفة إعجابكم وأن تجربوها. لا تنسوا أن تزوروا موقع القناة www.cookbook.com، سوف تجدون وصفات أخرى، وأن تضغطوا على زر الاشتراك أو سبسكرايب أو صابوني لتتوصلوا دائما بالجديد، وأن تشاهدوا الفيديوهات السابقة. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك، عفوا على زر أعجبني. أشكر متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.